3 هلو جايز بس قلنا مع بعض حماس يلا 1 2 3 تمام اخذت عنا الكتف حطيته فوق كتفي معكم طول حديث 1 2 3 هلو جايز كيفكم اخباركم شو عندكم الف خير يا رب وانتم بتحضروا فيديو جديد لليوم فيديو جديد لليوم هو عباره عن ليش بضرب على جنة زومبي ابوكاليبس ليش محمد بيضربك بالفيديوهات كتير في طبعا توضيح من عندي وبعدين توضيح من عند جنى توضيح من عندي انه اي ضرب بتلاقوه على السوشيال ميديا ان كان ستكش كوميدي ان كان شيء اتفاقيه بيناتنا بيكون هو الضرب مزح وما هو مؤلم ومبرح مثل ما انتم بتشوفوا ابدا هو افشع من هيك بكثير جد الكلب بضل معلق ابدا بيكون هو متفق عليه الا اذا كان بمقلب فالمقلب بيكون رده فعل طبيعيه لاي انسان يعني فانه لما يعصب والتاني عم يستخف فيه فانتوا بتشوفوا بين فنانين يعني جد بتلاقي فنانات وفنانين لما بيستخفوهم لا بالمقالب مع رامز كرش البحر كرش البحر البحر عنده كرش لا قصدي انه قرش لازم يخف اكل اوكي فلازم المهم الانسان بس يصير فيه مقلب وحتى كمان بعمل رده فعل بضربه كثير برده الفعل وهو اكيد ما بحس احساس ضمير بس انه يعني كرده فعل اي انسان فيه يضرب خصوصا اذا كان شخص قدام بيمون عليه او شخص صديق او شخص مثلا بيعرفه او بيعرف انه هو بيتحمل مزح او شيء وانا من النوع يعني بيضربوني بالشخص وما بحكي لا بس عن جد نحن اي شيء بتلاقوه غير المقالب فهو بيكون متفق عليه عرفتوا كيف؟ اما المقالب فهي شيء حقيقي يعني يمكن على يمكن مشهور على اليوتيوب انه 30% من المقالب ما حقلك 100% هي فيك والعالم بتطبقها فيه فنحن لا مقالبنا شوي جديه لان نحن ساعتنا جداد على السوشيال ميديا فما رح حمل يعني يمكن مقالب فيك يعني يمكن نضطر نعمل هيك شيء فانا ما بعرف شو وضع اليوتيوبر غيري بس انا عم بحكي على حالي نحن مقالبنا ما يفك بس اكيد يمكن بالايام نضطر نعمل مثلهم فهن كل واحد بيكون مجبر على شيء ويمكن لا فاكيد اكيد بوكر انه نحن ما في عنا مقالب فيك لاني هو اسمه مقلب يعني اذا ما حيكون حقيقي شوي ما حيطلع حلو يعني هي شغله اما الشغله الثانيه انه غير المقالب انا لا ابدا بضربها واذا ضربتها بكون متفق عليه وبكون الكف غير موجع فمثل ما بتلاقوا بالتمثيل عن جد بالتمثيل بتلاقي كثير ممثلات بتاكل الكف هذا الكف هو مصطنع يعني فيه مؤثرات صوتيه وفيه يعني اللي عم يصورنا بيكون اخده بزاوية او بطريقة معينة انه مبين انه واو كف دمار عرفتوا كيف؟ بس هالتوضيح وطبعا هاي عم نحكي غير المقالب بس انا ضمن المقالب فكله بيكون جد واكيد نحن بنعتذر من بعض ونحن بنتحمل بعض لانه نحن اصحاب وبنشوف بعض صراحة باخر فترة عم نشوف بعض مثل ما عم تتابعونا على الانستا اذا في بعض منكم عم تتابعنا على الانستا عم نشوف قد ايه نحن عم نطول ونشتغل مع بعض ف عم اكيد عم نشوف بعض اكثر ما نشوف اهالينا وهذا الشيء بصير بين المزح بين اي اثنين او اي ثلاثه او اي شله شباب وصبايا فاكيد بيكون في مزح مثل هيك هذا موضوع بس جنى بدها توضح لكم كمان انه شو هي بتعطي رده فعل او شو هي رده فعلها او رايها بهذا الامر تفضل اوكي هذا الموضوع بالنسبه لي مثل ما قال اول شيء متفقين عليه ثاني شيء يعني اوقات الاصدقاء بمون مع بعض او شيء والعشره الطويله والايام اللي قضيناها مع بعض انا من النوع بتحمل مزاح جدا يعني جنى عن جد روحها كثير مرحب بهيك مجال وروحها رياضيه مثل ما بقولوا انه بتتحمل يعني منا من البنات انه بتعمل لها هيك
لا لا عن جد هي كثير بتتحمل مزح يعني. في بنات لا فهذا الشيء اكيد. هلا ما بننكر انه نحن في بعض ايام يمكن نقلم بعض بالمزح او بالكلام، بس نحن ابدا ابدا ما فكره بيناتنا بهذا الموضوع، وجنى انا متاكد انه ما بتحسس من هيك مواضيع نهائيا. وانا بالنسبه لي فبدي اوجه رساله لبعض الاغبياء بكتير، انت وحش، انت بلا كرامه، انت بلا شرف. صديقي العزيز، لكل انسان هيك عم يكتب لي، انت اللي عم تكتب هيك نفسك، انا متاكد لو ما انت حاسس انه انت بلا ضمير وبلا شرف وبلا اخلاق وبلا كرامه وما بتعمل هيك مع اهل بيتك، ما بتجي تكتب لي بالكومنتات هيك. انا اول شيء في منهم مبينين انه هن ما حقيقيين وما هن موجعين، يعني كبنت مثلا مبين انه مثلا كل هالقد كف حقيقي، شو قلب انا بد تمثال؟ ما بعرف، هي شغله. بعدين في شغله ثانيه يعني بيجوا يقولوا لك انه بالكومنتات ليش ضربتها بقلب المقلب؟ يعني انت لو عامل فيك المقلب انا متاكد لو اختك او امك او اخوك واختك عامل فيك هذا المقلب لا انت تكسر الدنيا. طبعا في مقالب كثير انا عامله بجنى، جنى كسرتني من القتل على فكره، بالعكس روح كثير منحة، معناتها جنى ما بتفهم وما بصيرت مد ايدها، لا يعني هي ردة فعل من اي بنت طبيعي واي شاب طبيعي بيصير فيه مقلب. المقلب اللي صار فيه هيك هو مقلب استفزاز، فلما تستفز شخص ما بيقول لك لا بدي رد لك في الكلام لا حيمد ايده عليك، يعني هذا الشيء طبيعي جدا. فهذا بس التوضيح حبينا نوضحه على السوشيال ميديا انا وجنى. وطبعا ما بعرف هذا الفيديو متى ينزل بالضبط، بس في غنية لجنى عم تتجهز، بتمنى الكل يشترك بالقناة يفعل الجرس لحتى توصله كل الاخبار، اخبار صفحتنا والفيديوهات اللي عم ننزلها والمقالب الجاية اخبار الغنية. واهم شيء طبعا الغنية قريبة بدها تنزل، بتمنى الكل يشترك بالقناة لحتى تسمعوها بشكل رائع جدا جدا جدا. صح ولا لا يا جنى؟ تشك. طبعا اذا شفتوا هذا الفيديو بعد 17 الشهر، بعد 17/3 فتاكدوا انه الغنية نزلت. اذا شفتوه قبل 17/3 ايوه، اذا الناس شفتوه قبل 17/3 فتاكدوا انه 17/3 في تنزل غنية. فترقبوا غنية حلوة لعيد الام. هذا كل الموضوع اللي كنا نحكي عنه، ان شاء الله تكونوا استمتعتوا بالفيديو معنا. طبعا هو فيديو مو كثير فيه محتوى، بس حبينا نوضح هاي الفكرة انا وجنى. بحبكم من كل قلبنا انا وجنى. انا ميدو جنى. تابعونا على كل مواقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، انستغرام، كل الروابط كلها تحت بالوصف. وبس سلامات في فيديو جديد. طبعا عملنا ننهي الفيديو، فيك تلاقوا بالوصف قناتي الي فيها نزلنا فيديو ليش جنى ما بتقرا قران. نزل فيديو لانه عم نشوف انه سكر محلي محطوط على كورونا. خلص المهم اشتركوا بقناتي عشان الفيديو تنزل. سلامات.